فوائد التكنولوجيا الحديثة. اللغة العربية للصف السادس. مهارة القراءة. ذهبت مع أبي إلى معرض الحاسوب. وجدنا في القاعة الأولى الحاسوب المحمول بأنواعه المختلفة. تباع فيها أدوات الحاسوب مثل الشاشة ولوحة المفاتيح وحملة الإبهام. ثم ذهبنا إلى القاعة الثانية، فيها تباع أدوات الاتصال بأنواعها المختلفة، منها الهاتف اليدوي بأحجامه المتعددة. ثم ذهبنا إلى القاعة الثالثة، تباع فيها أجهزة التكنولوجيا الحديثة مثل المسلاط والماسح الضوئي. اشترى لي أبي حاسوباً محمولاً وطابعة وفأرة وسماعة. هي المراجع الدروس. الحاسوب. الحاسوب المحمول. الشاشة. لوحة المفاتيح. حملة الإبهام. الهاتف اليدوي. المسلاط. الماسح الضوئي. الطابعة. الفأرة. السماعة. شكراً جزيلاً وإلى اللقاء.